بعض النساء اللي تقول لك احنا ما عندناش في العائله تاعنا اللي تعرضوا للاصابه بهذا الداء، دونك انا ما كان لها ندير تشخيص باسكو انا مانيش معنيه بالامر. Non, il faut savoir que c'est vrai que l'amyl wérassi, les femmes qui ont eu des antécédents dans leur famille, elles ont plus de risques de faire un cancer du sein. Mais لازم يعرفوا باللي le cancer du sein, أغلبية الأحيان يبان عند النساء اللي ما عندهم ولا أنتيسيدون في العائلة. دونك ماشي معناتها أنك أنت في العائلة تاعك خصوصا من جهة الأم ما عندكش دي أنتيسيدون تاع لو كونسير دو سان، يعني أنت ماكيش متعرضة لو كونسير دو سان. كل مرة اللي عندها عادة شهرية تاعها الا او ان سيكل مونستروييل الي عندها لي هرمون، باسكو على بالنا بلي لو كونسير دو سان اي لي هرمونو ديبوندون، ايل ديبون سورتو دي استروجين اللي هما يبانو عادة بعد العادة الشهرية. اي فو سافوار كو توت فام اي اكسبوزي او كونسير دو سان. دونك كل وحدة لازم دير تشخيص ذاتي ولازم دير لي ماموغرافي ا بارتير دو 40 ans.